وقفات احتجاجية في مختلف مستشفيات البلاد تحت اسم يوم القرامة للمطالبة بتفعيل القانون وتأمين الأطباء والمستشفيات ضد أي اعتداءات مستقبلة. يقول المشاركون في هذه الوقفات إنها رد على عدم معاقبة عناصر الشرطة التي اعتدت على أطباء مستشفى المطرية قبل أسابيع. النهاردة وقفة الكرامة للأطباء ده استكمال لقرارات الجمعية العمومية اللي اتعملت الأسبوع اللي فات واللي حضرها أكثر من 10,000 دكتور، إن احنا عايزين يبقى فيه سيادة القانون في البلد، إن اللي يغلط يتحاسب، إن يبقى في حماية حقيقية للمستشفيات بكل بناسها بآلاتها بتمريضها بمرضاها بكل حاجة. احتجاجات الأطباء جاءت بعد ساعات من احتجاجات أهالي منطقة الدرب الأحمر والتي اندلعت بسبب مقتل شاب برصاصة أطلقها شرطي قرب مديرية أمن القاهرة في أحدث انفجار للغضب من تجاوزات يرى مصريون أن الشرطة ارتكبتها في الآونة الأخيرة بحق مواطنين في مناطق متفرقة في البلاد دون محاسبة. بعض الأحزاب والقوى السياسية هي الأخرى طالبت بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة جهاز الشرطة واحترام القانون لتجنيب البلاد ويلات الفوضى. المسار ده هيؤدي لاحتراب أهلي على المدى المتوسط لو استمرينا في نفس المنهج بتاع المعالجة، إنه الناس ما بتتحاسبش، الناس ما بتتخطأش، بننفي طول الوقت إن في تعذيب، بننفي طول الوقت إن في قتل خارج إطار القانون، بننفي طول الوقت إن في تجاوزات، ولما بنقول إن في تجاوزات ما بنظبطش اللي بيعمل التجاوزات دي ولا بنقدمه للعدالة. لكن وزارة الداخلية تقول إنها ترفض ارتكاب أي انتهاكات غير مسؤولة من جانب عناصرها ولن تتهاون في معاقبة من يثبت إدانته بالتورط في حوادث عنف بحق أي مصري للحفاظ على العلاقة بين الشرطة والشعب. حدث في 25 يناير للشرطة المصرية من كسرها لن يحدث مرة أخرى حتى لو انطبق السماء على الأرض. فخلينا نقول وقعة اتخذ أمين الشرطة تقدم للنيابة. منظمات الحقوقية عايزين يتضمنوا وعايزين يعملوا يتفضلوا يترفعوا عنه قدام القاضي. فيما دعا الرئيس المصري لسن قوانين وتشريعات جديدة للحد من تجاوزات بعض رجال الأمن والتي وصفها بغير المسؤولة، مطالبا وزير الداخلية بوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها حفاظا على حقوق وكرامة المصريين. تصاعد الانتهاكات من جانب بعض عناصر الشرطة بحق مواطنين في مصر مؤخرا دفع كثيرين هنا إلى المطالبة بإقالة الحكومة وتطبيق دولة القانون صيانة للحقوق والحريات التي يقول الرئيس المصري إنها لن تمس مجددا، وذلك بسن تشريعات جديدة لضبط الأداء الأمني في مصر. مسلم قنديل، الحرة، القاهرة.